بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في موعد جديد من برنامجكم عناوين من عمان الرياضية. بكل تأكيد نحييكم. وفي عناوين اليوم الحديث عن ما وضعته قرعة الكأس الغالية عن بداية منتخبنا الوطني رحلته للتحضير للقاء الشقيق الفلسطيني على حساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا. صحيفة عمان رجحت كفة الأشقاء، كما أيضا في الصحافة المحلية الحديث عن خوض ناديي السويق وظفار مواجهتين ضد أندية الجزيرة والفيصل الأردني على حساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي. عربيا، الشغب يطل برأسه في الملاعب الأردنية، واستقالة مفاجئة في اتحاد الكرة الإماراتية تربك الحسابات. عالميا، الأنظار تتجه صوب لقاء القمة والذي يجمع برشلونة بأتلتيكو مدريد مساء الليلة. وقبل الخوض بالتفاصيل نستعرض وإياكم أبرز عناوين اليوم. منتخبنا الوطني يرصد تحضيرات شقيقه الفلسطيني وعينه على تحسين تصنيفه الدولي. لا للمزيد من هدر النقاط، شعار يرفعه السويق وظفار في مواجهة الجزيرة والفيصلي في كأس الاتحاد الآسيوي. الصافرة الأجنبية، علاج مؤقت للأخطاء التحكيمية في الدوري السعودي. بعد مباراة الرمثة وشباب الأردن، الشغب يطل برأسه في الملاعب الأردنية والمسؤولية مشتركة. وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، من يتربع على قمة الدوري الإسباني؟ الإجابة الليلة. أهلا بكم. ظهر كأس الخليج الذي حصل عليه المنتخب الوطني لكرة القدم مؤخرا في الدورة 23 بالكويت، ظهر اليوم في المتحف الوطني في احتفالية وثقت البطولة عبر طابع بريدي يؤرخ لحصول السلطنة على لقب كأس البطولة الخليجية. صحيفة عمان تابعت فعنونت بقولها: المتحف الوطني يوثق فوز المنتخب بكأس الخليج 23. حصل المنتخب الوطني نظير إنجاز الكبير على التقدير والتكريم من المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي خطوة المتحف الوطني ضمن سلسلة الوفاء للعطاء والنجاح الذي يحفز لمزيد من النجاحات المهمة في مختلف المجالات. تحتفي وزارة الشؤون الرياضية مساء غد في الساعة 7 مساء بفندق شيراتون مسقط بتكريم المجيدين في الأنشطة الرياضية لعام 2017، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. صحيفة الشبيبة تابعت في عنوان قالت فيه: غدا الشؤون الرياضية تحتفي بتكريم المجيدين. يأتي هذا التكريم والذي دابت وزارة الشؤون الرياضية على إقامته سنويا للمجيدين في الأنشطة الرياضية الذين حققوا إنجازات رياضية مشرفة للرياضة العمانية ورفعوا علم السلطنة عاليا في المحافل الدولية، حيث حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقب خليج 23 والتي أقيمت منافساتها بدولة الكويت الشقيقة بعد أداء مشرف راق من لاعب المنتخب توج به على أرضية ملعب استاد جابر الدولي بكأس دورة الخليج العربي 23. كما أحرز المنتخب الأولمبي لكرة القدم الميدالية الفضية خلال مشاركته في الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي والتي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر مايو من عام 2017. يستقبل الأحمر نظيره الفلسطيني في 28 من مارس الجاري في مباراة الإياب في مباراة الإياب بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وستحدد النتيجة متصدر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2019 في الإمارات بعد أن حجز كلاهما مقعده فيها، ويبحث من خلال المواجهة الأخيرة لتحسين وضعيته في المجموعة وصدارتها حتى يضمن تصنيفا طيبا في نهائيات الأمم الآسيوية يكفل مسارا جيدا في القرعة. صحيفة عمان أشارت إلى أن تحضير المنتخب الفلسطيني لهذا اللقاء أفضل من تحضيرات منتخبنا، وذلك من خلال هذا التقرير. نتابع.
واجه الجهاز الفني للأحمر بقيادة الهولندي بن فيربيك واقعا صعبا يفرض عليه الاكتفاء بتدريبات تستمر لمدة 10 أيام فقط من دون أن يخوض أي مباراة تجريبية، ليدخل مباراة فلسطين معتمدا على برنامج معسكره الداخلي فقط بعد أن تلقى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الضوء الأخضر من مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن برنامجه الفني الذي قدمه قبل أيام، ويتضمن خطته لتجهيز الأحمر لمواجهة منتخب فلسطين الشهر الجاري بعد أن ضمن المنتخب مقعده مع المنتخب الفلسطيني على حساب بوتان والمالديف. وكانت هناك مساعي لتأمين تجربة ودية مع أحد المنتخبات الآسيوية في مسقط، وذلك لدخول مباراة الإياب أمام فلسطين في جاهزية فنية وبدنية كاملة تدعم مساعي تحقيق النتيجة الإيجابية والثأر من خسارة مباراة الذهاب في رام الله، إلا أن توقف الدوري حال دون ذلك. ويشدد الجهاز الفني للمنتخب على ضرورة كسب لقاء فلسطين، وذلك لأن الفوز سيساعد أيضا في تحسين مركز المنتخب في تصنيف الفيفا والذي لم يشهد تغييرا رغم الفوز الأخير ببطولة كأس الخليج. وتعد مواجهة فلسطين المحور الثابت في لقاءات الجهاز الفني الدورية. وفي الجلسة الأخيرة تطرق الجهاز الفني والإداري للترتيبات الخاصة بإعلان القائمة التي ستشارك في موقعة فلسطين والاستفادة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخليجية بجانب الوجوه المعروفة التي ظلت تمثل الخيار الأفضل للهولندي بن فيربيك في تشكيلته. وتعد مواجهة فلسطين مقياسا مهما لقدرة الأحمر على مواصلة العروض القوية التي قدمها في مشاركته الماضية بدورة كأس الخليج وحصوله بجدارة على لقبها، وكل الأنظار تترقب ما سيقدمه الأحمر من مستوى فني يحفظ له المعنويات التي كسبها بعد الفوز باللقب الخليجي، ويعزز في ذات الوقت من قوته وقدرته على الاستمرارية في درب النتائج الإيجابية ليحصل على المزيد من الدعم الجماهيري ويستعد المشاركة في النهائيات الآسيوية وهو في وضعية طيبة ترفع من سقف طموحاته في المنافسة القارية. وعلى عكس برنامج الأحمر الذي يقتصر على التدريبات الداخلية، فإن المنتخب الفلسطيني يولي مباراة الإياب في مسقط اهتماما كبيرا ويبحث عن إعداد جيد يدعم رغبته في تكرار الفوز في المباراة الأولى. تابع مساعد المدرب المنتخب أو مساعد مدرب منتخبنا الوطني وليد السعدي تابع أداء لاعب الأحمر محسن جوهر المحترف بفريق نادي أحد الذي خاض مباراة مهمة له في الدوري السعودي أمس الأول أمام فريق الاتفاق في الطائف. صحيفة عمان تابعت في عنوان قالت فيه تجربة جوهر الاحترافية تحت منظار الجهاز الفني للمنتخب. جاءت متابعة السعدي للاعب جوهر بتكليف من مدرب المنتخب الهولندي بن فيربيك الذي يحرص على أن تكون لديه تقارير فنية وافية عن جميع لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الدوريات الخليجية والمشاركين في الدوري المحلي، وذلك تمهيدا لإعلان قائمته التي ستشارك في مواجهة فلسطين يوم 27 من الشهر الجاري. وأكد وليد السعدي أن اللاعب محسن جوهر ورغم خسارة فريقه قدم مستوى فنيا طيبا وساهم بجهد كبير مع زملائه في فريق أحد من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية وتفادي الخسارة، إلى أن الظروف لم تساعدهم في ذلك. بحثنا في صحفنا اليوم عن أي خبر يتعلق بمواجهة أندية السويق وظفار ممثلين في كأس الاتحاد الآسيوي لفريقي الجزيرة والفيصلي فلم نجد، لكن صحيفة الرأي الأردنية كانت أكثر اهتماما بممثليها في عنوان قالت فيه الجزيرة يترقب السويق والفيصلي يرحب بظفار. يسعى فريق الجزيرة لكرة القدم لمواصلة مشوار التألق في كأس الاتحاد الآسيوي عندما يواجه مضيف السويق العماني عند الخامسة من مساء غد الاثنين على استاد السيب في مسقط. ويبدو أن الممثل الثاني للأردن في البطولة الفيصلي منتشي بعودته من لبنان بالنقاط الهامة بفوز على الأنصار اللبناني 3-1 في مواجهة تصدر فيها الأزرق المشهد، الأمر الذي جعل أنصاره يؤازرونه في رحلة شاقة يطمح خلالها اصطياد اللقب الثالث بعد حصول عليه 2005 و2006، وهذا ما يجعله يدخل لقاء ظفار بمعنويات مرتفعة ومتسلحا بجماهيره التي استعادت ثقتها بالأزرق.
نبقى مع بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي لاقت اهتمام لدى الزميل خميس البلوشي، فنشر في مقاله المنشور اليوم على صفحات الشبيبة رؤية حول واقع المشاركة الخارجية المؤلم. نتابع. المحطة الأولى، ستكون الكرة العمانية على موعد جميل في المربع الذهبي لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، حيث سيلتقي صحار والسيب وجها لوجه في مبارتين عنوانهما الرئيسي، ذلك الحضور الجماهيري الكبير المنتظر الذي يتمتع به كل فريق، ونحن بانتظار مواجهة فنية داخل الملعب وجماهيرية إيجابية في المدرجات، عطفا على رغبة صحار في تحقيق الإنجاز وكتابة التاريخ ورغبة السيف في اللقب الرابع، في حين ستكون مواجهة الشباب والنصر من العيار الثقيل، عطفا على طموح الشباب في تسجيل التاريخ وإصرار النصر على تحقيق اللقب الخامس والعودة للمنصات، وهما يستحقان النجاح. وحسنا فعل اتحاد الكرة حينما وضع المباريات الأربع ذهبا وإيابا في يوم الجمعة لضمان الحضور الجماهيري للأندية الأربعة، هو صراع كبير للحضور في الختام الكبير الذي سيقام في الخامس من إبريل المقبل. المحطة الثانية، في كل موسم نتحدث عن مشاركات أنديتنا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وفي كل موسم لا يتغير أي شيء ولا يحدث أي جديد، تأملنا خيرا بمشاركة السويق وظفار هذا الموسم، لكن الحال بقي على ما هو عليه حتى الآن على أقل تقدير، فالسويق بطل الكأس ومتصدر الدوري يسقط في مبارتين ويقبع في المركز الأخير بمجموعته، أما ظفار بطل الدوري فقد خسر في مباراته الأولى وتعادل في الثانية وهو بنقطة واحدة في مؤخرة المجموعة، ربما علينا الانتظار قليلا لعل القادم أجمل، أقول ربما ولعل وإنا لمنتظرون. المحطة الثالثة، من الواجب علينا أن نشيد بالعمل الناجح الذي قام به الاتحاد العماني لكرة اليد من أجل الفوز باستضافة البطولة الآسيوية للشباب والمقررة في شهر يوليو المقبل، حيث ستقام في محافظة ظفار أي في فترة الخريف والسياحة النشطة من الداخل والخارج لهذه البقعة الجميلة من السلطنة، وهو أمر طيب تحدثنا فيه سابقا بأهمية إقامة أحداث رياضية قارية ودولية في فصل الخريف ومهرجان صلال السياحي. اتحاد اليد سيوقع عقد استضافة البطولة والكشف عن شعارها في العاشر من هذا الشهر، وبلا شك هذه البطولة خطوة مهمة تحسب للاتحاد في تطوير ونشر اللعبة وكسب ثقة الاتحاد القاري والعمل على خطوات أكبر تحقق النجاح لكرة اليد العمانية. أكد اللاعب السابق بنادي ظفار سيف بن سلطان الغافري أن فريق ظفار هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ضمن منافسات دوري عمان تل، رغم استعداده الاستثنائي واستقطابه للاعبين أو للاعبين معروفين ورغبة الإدارة بالمحافظة على لقب الدوري، وذلك وفي حديثه لصحيفة عمان التي خرجت على لسانه بعنوان الجهاز الفني والإصابات سبب تراجع الفريق والنتائج لا ترضي الطموح. وقال الغافري أن المستوى والنتائج لا ترضي الطموح والمؤشرات كلها تبعد الفريق على المحافظة على اللقب، وهذا لا يضيع شاق النادي، وهناك أسباب جعلت من الفريق بهذا المستوى، أولها هو الجهاز الفني الذي لم يقدر أن يوظف لاعبيه بالطريقة والتشكيل المناسب، والسبب الآخر الإصابات المتتالية للاعبين وهم كثر، فبالتالي سيكون وضع الفريق غير مستقر وهذا ما أثر بشكل مباشر على الفريق، ولكن أتوقع عودة الفريق في أي وقت في الدوري. تعيش الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر اليوم موعدا مع الإثارة والتشويق عندما تحتضن مباراتي الذهاب للمربع الذهبي بدور الدرجة الأولى لكرة اليد. صحيفة الشبيبة قدمت مواجهات اليوم في عنوان أهل سداب لعرقلة مسقط ونادي عمان يواجه السيب، حيث يلتقي مسقط بنظير أهل سداب عند الساعة 6 مساء، فيما تجمع المباراة الثانية نادي عمان والسيب عند الساعة 8 مساء، وتصدر مسقط بالعلامة الكاملة بعد نهاية منافسات الدور الأول برصيد 12 نقطة، في محل نادي عمان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وجاء المركز الثالث من نصيب نادي السيب برصيد 8 نقاط.
شهدت مسابقة الملتقى التخصصي لألعاب القوى لفات العموم التي أقيمت مساء أمس الأول على مضمار مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، شهدت منافسة قوية وحماسية بين أكثر من 170 عداء تنافسوا للحصول على ميداليات 12 مسابقة بإدارة 22 حكما في إطار رفع المستوى الفني للاعبين وحرص الاتحاد على الكشف عن المواهب في رياضة ألعاب القوى لمختلف المراحل السنية في الموسم الجاري. صحيفة عمان تابعت فعنونت بقولها 12 مسابقة في منافسات الملتقى التخصصي لألعاب القوى للعموم، ويقام يوم الجمعة في 13 من هذا الشهر على مضمار مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تقام بطولة كأس الاتحاد للهيئات والمؤسسات لألعاب القوى وبطولة مسقط المفتوحة لألعاب القوى، وتقام خلال هذا الشهر أيضا وخلال الفترة من 26 إلى 28 من مارس بطولة ألعاب القوى للمدارس بالأيام الأولمبية المدرسية ذكورا وإناثا بالشراكة مع الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والتي يشارك فيها عدد كبير من طلبة المدارس. ماذا يحدث في نادي المصنعة؟ سؤال طرحه الإعلامي أحمد السلماني من باب الحرص على هذا الصرح الرياضي، وذلك في مقاله المنشور اليوم على صفحات الرؤية، والإجابة التي أوردها الكاتب لا تسر عدو ولا صديق، نتابعها من خلال هذا التقرير. تقول المصادر الشحيحة أن المصنعة في الأصل كان قد تأسس بدولة الكويت في ستينيات القرن الفائت، حاله حال عديد أندية السلطنة عن طريق زمرة من الطلاب وممن كانوا يعملون هناك في حينها، وعاد أولئك مع بدايات العهد الزاهر والميمون ليتأسس في المصنعة القديمة نادي الفتح وأندية السلام والرائد والملدة والنور وغيرها. هكذا كانوا يطلقون على الفرق اسم نادي. كل هذه الفرق ارتأت أنه من الضرورة الاتحاد والانضواء تحت نار واحد، فتشكل نادي المصنعة برئاسة المغفور له بإذن الله الفنان عبد الله الصفراوي. هذا الكيان لم يكن ضيف شرف عابر بين أندية السلطنة، ولكنه ورغم الإمكانيات المتواضعة حينها كان كرويا رقما صعبا في سبعينيات وثمانيات القرن الفائت. واليوم وخلال عقدين من الزمان عاش أحمر والباطنة ما بين انتعاشة وانكسار لا أعلم شيئا عن انشطته الثقافية والاجتماعية، فكل من اتصلت به لا يريد الحديث أو الخوض في النادي ووضعيته إلا ما ندر، ولكن ما نراه أن شباب المصنعة فاعلون في الأنشطة الخيرية والاجتماعية. كرة القدم تعد واحدة من أهم المعايير التي يقاس بها حضور النادي بين أقرانه من عدمه، وحال فريق كرة القدم الأول لا يسر عدو ولا حبيب. الفريق هوى كالنجم من دور عمان تل إلى الأولى، وفي موسم واحد وجد نفسه بدور الدرجة الثانية، وبقية القصة يعرفها أبناء المصنعة. لأبناء المصنعة قاطبة نقول ناديكم يناديكم، لن يأتي أحد من خارج النادي لإنقاذه، الإدارة التقليدية للأندية لم تعد تجدي، فهذه تسببت في انتحار أندية وفي غفلة من الجميع. أنتم بحاجة إلى القفز خارج أسوار الماضي وفتح ملف أحمر جديد، قادرون على تجاوز المحنة لأنكم تحملون إرثا متينا عمره ما يقارب 5 عقود. المصنعة حبلى بذوي الكفاءات والقدرات الإدارية والفنية من الشباب المحب لولايته وناديه. ما هكذا حال ناديكم؟ النادي ليس دوري للفرق الأهلية فقط، فهذه تستهلك الأندية وربما تسهم في تأزيم العلاقات، وأن يكون الولاء للفريق أكثر منه للنادي. انظروا حولكم، جيرانكم قطعوا شوطا بل أشواطا في الاستثمار، والمصنعة تأسس قبلهم بعقدين من الزمان. الخطوات الأولى تستدعي مساهمة الجميع بكل ما يملك من قدرات، وليس بالضرورة أن يكون ضمن مجلس الإدارة، وضرورة استحضار قرار جريء بتجميد مؤقت للفريق الأول لكرة القدم، فهذا يستهلك الكثير من مقدرات النادي المحدودة أصلا. كلكم تعرفون الداء والدواء، وأعتقد أنكم بحاجة لحصير تحت حصن المصنعة الشامخ، معدلة قهوة وأخرى للشاي، أي برزة من عبق الماضي، بنية إعادة أحمر الباطنة للواجهة مجددا بأسلوب عصري وحضاري. فهل من مجيب؟
وأخيرا من صحافتنا المحلية، واصل نادي السيب صدارته على الترتيب العام برصيد 19 نقطة بعد ختام الجولة الثالثة من منافسات الدور الثاني بدور أندية الدرجة الأولى لكرة الطائرة لهذا الموسم، وذلك بنتيجة 2-0 17-2 0-18، وحل ثانيا نادي السلام برصيد 14 نقطة. صحيفة عمان تابعت فعنونت فوز السلام والسيب ومنتخب الشباب ضمن منافسات الدور الثاني للطائرة. كان السلام قد دخل منافسات الدور الثاني بالفوز على منتخب الشباب بنتيجة 3-0، ولم تقم مباراة أمام نادي عبري لسفره للمعسكر الخارجي بتونس قبل انطلاق البطولة العربية للأندية. كما لعب السلام 4 مباريات في الدور الأول، حيث فاز على بهلة وعبري بنتيجة 3-0 وعلى صحار 3-1، وفي الجولة الخامسة فاز على السيب بنتيجة 3-2، وسبق أن لعب مباراة الجولة الأولى من مباريات الدور الأول أمام منتخب الشباب واستطاع من الفوز بنتيجة 3-1. نهاية جولتنا في الصحف المحلية، بعد فصل قصير لنا جولة في الصحافة العربية، كونوا بالقرب. هنا من أرضية ميدان المدينة، ميدان صحر، أحد ميادين الصدمة، ميادين الإنتاج. وشوف الرقص والصراع، هناك من قامت به وتتقدم بالجموع. أهلا بكم مجددا وإلى جولتنا في الصحف العربية، نبدأها من الأردن، حيث جمعت الأمانة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم جمعت التقارير كافة تلك المتعلقة بالأحداث التي عقبت مباراة الرمثا وشباب الأردن في الليلة قبل الماضي على استاد الحسن في مدينة إربد، وخصوصا الشغب الذي خلف العديد من الأضرار بالملعب ومرافقه. صحيفة الرأي تابعت فعنونت بقولها: الاتحاد يجمع تقارير مباراة الرمثا الشباب واللجنة التأديبية تنعقد قريبا. إلى ذلك غادر الحكم أحمد فيصل الذي أدار المباراة، غادر المستشفى فجر أمس بعدما فقد اتزانه خلال خروجه من الملعب إثر رمي كراس المدرجات صوبه ليسقط على الأرض ويتعرض إلى إصابة في الرأس. من جهة أخرى، قدر مدير مدينة الحسن الرياضية بسام الخلايلة حجم الأضرار التي لحقت بمرافق المدينة جراء أحداث الشغب التي عقبت اللقاء بنحو 20,000 دينار كتقدير أولي. الإعلامي علي الشريف أشار إلى ظاهرة شغب الملاعب وكيفية معالجتها قبل أن تتفاقم، موجها اللوم إلى اللاعبين والإداريين في الدرجة الأولى، حيث يرى الشريف أنهم يقومون بإثارة الجماهير ويطلقون شرارة الشغب الأولى، وذلك في مقاله المنشور على صفحات الرأي. نتابع. قبل أن نتحدق، علينا أن ندرك أننا لم نصل بعد لمرحلة شغب الملاعب التي يفضي إلى أضرار بالغة وإصابات كبيرة، رغم ما يحاول البعض ترويجه بين الفينة والأخرى. وعلينا أن ندرك أن ما يحدث على المدرجات سواء كان سلبيا أم إيجابيا هو نتاج منظومة كاملة متكاملة، والغريب في أمر هذه المنظومة أن لا أحد يريد أن يضع اللوم على نفسه. وإذا أردنا أن نبدأ، فعلينا أن نشير إلى الأسباب والمسببات التي تؤدي إلى مثل هذا الشغب اللفظي الذي يتطور في بعض الأحيان إلى شغب أعنف يقترب من الجسدي ويؤدي إلى الإضرار بممتلكات عامة وخاصة.
أول ما يجب أن نشير إليه هو علاقة اللاعب باللاعب وعلاقته بالجمهور ومدى تأثيره فعليا في عملية تشجيع الجماهير بحركة أو إيماء أو تصرف استفزازي داخل الملعب يؤدي إلى انفعال جماهيري يتطور فيما بعد إلى شغب لفظي ثم أبعد من ذلك أحيانا. اللاعب ركن أساس من عملية ضبط المدرجات خصوصا إذا كان صاحب نجومية أو جماهيرية وبيده وبإشارة واحدة يمكن له أن يوقف أي تصرف على المدرجات، لكن ما يحدث أن الثقافة التي تربط اللاعب بالجمهور هي ثقافة التشجيع والمديح وبأن اللاعب يعتقد أنه مباح له كل شيء داخل الملعب حتى الاستفزاز، ومرد ذلك إلى سوء العمل الإداري التثقيفي داخل الأندية وعدم اتخاذ مبدأ الثواب والعقاب. وأما إدارات الأندية التي تحابي اللاعب وتعتقد أنه المنقذ وبأنه يجب ألا يعاقب هي إدارات كل همها أن تنقل أزمتها إلى مجال آخر، فهناك من يعتمد نظرية المؤامرة بل رسخها في أذهان الجماهير، وهناك من بات ينأى بنفسه عن أي إخفاق ويحملها إما للمدرب أو اللاعب أو الحكم أو حتى الدرك كي لا يسألوا عن أسباب الإخفاق. حين نتحدث عن المتهم الأول وهو الجمهور ودائما ما نعتمد مقولة الفئة القليلة أو المندسة، فعلينا أن نتفهم أن ما يحدث لم يعد يصدر من فئة مندسة أو قليلة، إنما بات بشكل جماعي، وأن أي استفزاز من لاعب أو تصريح من إدارة ممكن أن يقلب المدرجات رأسا على عقب. مصيبة الجمهور هي بقادته وبروابط الجماهير المعتمدة من الأندية التي ترعى وتنفق على مثل هذه الروابط التي غيبت أي خطاب إعلامي عقلاني، بل أصبحت تتسابق في كيل الشتائم وسط حالة خوف إداري فاضح ورضوخ ليس له مثيل. فاجأ سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي فاجأ أعضاء المجلس وقدم استقالة مكتوبة عقب مشاركته في اجتماع مجلس الإدارة صباح أمس بحضور جميع الأعضاء بعد انتهاء جدول الأعمال والانتهاء من مناقشة جميع البنود، وآخرها تشكيل لجنة للمنتخبات برئاسة عبد الله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين. صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت فعنونت استقالة مفاجئة للطنيجي والمجلس يؤجل بحثها إلى الاجتماع المقبل. وتفيد متابعات الصحيفة أن قرار تشكيل اللجنة لم يكن بجدول الأعمال كما فوجئ به الطنيجي بحسب تصريحات خاصة أدلى بها للاتحاد، وقال قررت الرحيل وتقديم استقالتي الآن وليس في أي وقت آخر، والتزمت الصمت كثيرا لعل الحال يتبدل أو يتغير، ولكن لم أرى ذلك. هناك الكثير من السلبيات في آلية عمل الاتحاد والكثير من الملفات المعطلة وتخبطات وإخفاقات كبيرة، فضلا عن عدم تجاوب رئيس الاتحاد في الكثير من الأمور، كما أنه ليس صاحب قرار سريع، وعندما اتخذت القرار أردت تغليب المصلحة العامة حتى يدرك الجميع أن الاتحاد يسير بشكل خاطئ في كل الملفات، ولو استمر الوضع كما هو عليه لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. أكد مدرب المنتخب الكويتي الصربي رادي أن الأزرق بحاجة إلى وقت طويل حتى يعود إلى المنافسة على الساحتين الإقليمية والقارية، وذلك في تصريحات خاصة لصحيفة الأنباء الكويتية التي خرجت على لسانه بقولها رادي للأنباء الأزرق تأثر وحتى الناس تغيرت. وقال المدرب نعمل بتكاتف من أجل الكويت، وعلى اللاعب أن يضع في تفكيره أن الانضمام إلى منتخب بلاده يعني الشيء الكثير، فالمدرب مهما امتلك من إمكانيات تبقى روح اللاعب داخل الملعب هي المؤثر الرئيسي في النتائج. ومن خبرة الآسيوية رأيت عددا من المنتخبات تغلبت على النواقص بالروح والعزيمة والإصرار، وتمنى رادي أن تستمر حالة الاستقرار الرياضي في الكويت. وقال ما جرى من إيقاف هو دمار للكرة الكويتية أدى إلى تراجع مخيف في التصنيف الدولي للأزرق، والكويت لا تستحق أن يحدث لها ذلك. فمعرفتي في العديد من الأصدقاء الكويتيين كلاعبين وإداريين أشعرني بالمرارة تجاه ما حدث، وأتمنى أن يتمكن اللاعب الكويتي من إعادة فرض مكانته واسمه على الساحة القارية. الغيرة قد تكون في بعض الأحيان إيجابية في حال تم تسخيرها في أحد أبواب التنافس، لكنها قد تصبح مزعجة وبدرجة كبيرة إذا ما حاول طرف الإنقاص من قيمة وقدر طرف آخر، وهذا ما أشارت إليه صحيفة الرياض السعودية في منصة النقد اليوم. نتابع.
أراد لاعب الشباب السابق ومدير الكرة بنادي الشباب أن يبرر الأسباب الفنية والإدارية التي وقفت خلف تراجع الشباب، فكان كمن جاء يكحلها فعماها. فإذا كان للكابتن خالد الحرية في الحديث وإبداء وجهة النظر، فإنه رسب في جزء كبير من حديثه الذي نشر في إحدى المطبوعات المتخصصة، وبدأ وكأنه يتحدث للرياضيين وجماهير لا يعرفون تاريخ الكرة السعودية ونجومها المشاهير وإنجازاتهم. لا أحد يمثل دور المحامي عن سامي الجابر، فنجم كبير بحجمه وشعبيته وإنجازاته قادر على الدفاع عن نفسه في كل الاتهامات والإسقاطات التي ساقها عليه خالد المعجل في حديثه الصحفي الذي امتلأ بالمغالطات والشخصنة أكثر منه انتقادات موضوعية وتبريرات مقنعة. ويبدو أن نار الغيرة اشتعلت في خالد المعجل بشكل جعلته يتعدى حدود اللياقة في الخلافات بين الرياضيين، والتي تكون عادة اختلافات في وجهات النظر لا تفسد للود قضية. المؤكد أن هناك أخطاء لسامي عندما كان مدربا للشباب، لكن المؤكد أيضا أنه لم يسمح للمعجل في التدخل في عمله الفني، ولذا غادر المعجل وبقي سامي، في دلالة واضحة أن المعجل ربما أراد تخطي حدود صلاحياته كإداري، وإلا لبقي هو وغادر وقتها سامي. فالإدارة الشبابية كان يعنيها مصلحة الشباب وليس مصلحة سامي أو المعجل الذي يحتاج لشهادة إدارة النادي القريبة من الجهاز الفني لكي تبصم وتعتمد كل اتهاماته وما قاله عن سامي. من جديد، خالد المعجل من جانب هو حر في حديثه عن سامي واستخدامه لطريقة التجسس والعمل الاستخباراتي أثناء عمله كمدرب للشباب، والوحيد الذي يمتلك حق الرد على هذه الاتهامات والإسقاطات الخطيرة هو سامي. لكن من جانب آخر، هل هناك عاقل سوف يصدق المعجل أن سامي الجابر ليس نجما وأنه مصنوع من ورق، إلا إذا كان الذي وصف بأنه أسطورة من قبل من يفهم في كرة القدم ولعب في 4 مونديالات عالمية وسجل في 3 مونديالات وحقق مع فريقه والمنتخب العديد من الألقاب المحلية هو خالد المعجل وليس سامي الجابر، وأن هناك خطأ في التاريخ وتشابه في الشكل والاسم. جملة مصنوع من ورق، هذه عبارة تعصبية أتت على المسامع طويلا من بعض المشجعين والإعلاميين المتعصبين في الفرق المنافسة لفريق سامي بعد أن أدمى شباكة وزارها طويلا كنجم كروي مهاري وموهوب لا يتكرر. أخيرا من الصحافة العربية، شدد عضو لجنة الحكام الرئيسية السابق محمد سعد أن استمرار الاستعانة بالحكام الأجانب خلال الموسم الرياضي المقبل كما هو الحال في الموسم الحالي الذي يشهد وجودا مكثفا ومبالغا فيه سيحدث مشاكل كبيرة في تطوير الحكم السعودي وإعادته لسابق عهده وهيبته على المستوى القاري، وذلك في حديثه لصحيفة الرياض التي عنونت بقولها: الصافرة الأجنبية مسكنات مؤقتة، شح البرامج وصرف المكافآت بالقطارة يدمران التحكيم. قرار السماح للأندية بالاستعانة بحكام أجانب ولكن ليس لجميع مبارياتها، وأن يكون الأمر برقم محدد لكل ناد كما هو في المواسم أو في المواسم المنصرمة لمنع الحكام السعوديين أو لمنح الحكام السعوديين فرصة الوجود بالمباريات الجماهيرية، والملاحظ استمرار أخطاء الحكام الأجانب بكثرة خصوصا هذا الموسم وعلى حساب ظهور الحكم السعودي والجميع شاهد لذلك، وبعضها أخطاء بدائية إضافة إلى تفاوت القرار، وبالتالي الأخطاء من الحكام ليست من مباراة لأخرى وليس من شوط لآخر في المباراة الواحدة، وإنما أحيانا في الشوط الواحد تجد تفاوتا كبيرا عند الحكم نفسه. نذهب بكم الآن إلى فاصل قصير وبعدها نعود، ابقوا معنا.
نجدد التحية لكم وإلى جولتنا الأخيرة من الصحافة العالمية، نبدأها بكل تأكيد من إنجلترا، حيث واصل ليفربول عروضه الشيقة في الآونة الأخيرة وتغلب على ضيفه نيوكاسل يونايتد ب2-0 مساء أمس السبت على ملعب الأنفيلد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي. صحيفة ساندي تابعت في عنوان قالت فيه أحمر ساخن، وأحرز هدفي ليفربول كلا من النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني، واقتنص الريدز المركز الثاني مؤقتا من مانشستر يونايتد بعدما ارتفع رصيده ل60 نقطة مقابل 59 لفريق الشياطين الحمر الذي يلعب مساء الاثنين في ختام الجولة أمام كريستال بالاس. وفي عنوان فرعي آخر تساءلت الصحيفة إن كان قرار الاستغناء عن النجم الإسباني كوستا كان صحيحا من قبل إدارة نادي تشيلسي أم لا. أهدر برشلونة متصدر الدور الإسباني لكرة القدم نقاطا عديدة في الآونة الأخيرة بالليغا، مما جعل مطارد المباشر أتلتيكو مدريد يقترب منه، وذلك قبل المواجهة بينهما اليوم. هذه المواجهة لا تقبل القسمة، وهذا ما أكدته صحيفة سبورت التي عنونت بقولها النهائي العظيم. وأشارت الصحيفة كذلك إلى تصريحات المدير الفني الأرجنتيني لفريق أتلتيكو دييغو سيميوني ليكتب سيميوني خائف من ميسي، وقال سيميوني أن ميسي يمر بفترة استثنائية ومن الواضح أنه لا توجد خطة للسيطرة عليه ومن المستحيل السيطرة عليه. وأضاف سيميوني هي مباراة مهمة مع خصم تتحدث أرقامه عن نفسها، ووصول فالفيردي وكل المشاكل التي ظهرت في البداية مع رحيل نيمار تم حلها بشكل فوق الاستثنائي. أما صحيفة الموندو أشارت إلى مواجهة خاصة في لقاء اليوم بين ميسي وغريزمان نجم الأتلتيكو، فعنونت منافسة الهدف. ووفقا لما ذكرته صحيفة الموندو الكتالونية فإن المباراة ستشهد مواجهة 3 هدافين وهم ميسي وسواريز وغريزمان من أصل 8 في العالم حتى الآن في العام الجاري 2018، ويتصدر قائمة الهدافين من 8 بالعالم في كل البطولات سيرجو أغويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 15 هدف، ويليه في المركز الثاني لويس سواريز برصيد 13 هدفا وبواقع 10 أهداف في الليغا و3 في كأس الملك خلال 15 مباراة خاضها رفقة فريقه. في إيطاليا خرج يوفنتوس بسلام من واحدة من أكثر العقبات الصعبة في طريقه لمواصلة مطاردة نابولي، وذلك بعد الفوز بشق الأنفس وبلقطة فردية في الثواني الأخيرة من نجم باولو ديبالا على حساب فريق لاتسيو في مباراة الأمس. صحيفة توتو سبورت تابعت فعنونت ديبالا السحر الأسكوديتو، وسجل باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد لليوفي في الدقيقة 93، وبهذه النتيجة أبقى يوفنتوس نفسه على مقربة من نابولي، حيث أصبح الفارق بينهما 1 نقطة قبل خوض الأخير ديربي الشمس أمام روما بالأمس، والذي انتهى بكل تأكيد بموقعة كبيرة وبنتيجة كبيرة أكدها روما في مباراته الأم، ما يجعل يوفنتوس أمام مقربة كبيرة في المباراة المؤجلة أمام أتلانتا سابقا. إلى فقرة الكاريكاتير نترككم مع أبرز الرسومات المختارة لهذا اليوم من صحيفتي الأيام البحرينية والجزيرة السعودية. أما الآن مشاهدينا الأحبة وصلنا بكم إلى الختام، شكرا لكم على كرم وطيب المتابعة، دمتم بعافية في أمان الله.